شاركة مهمة وأجواء متميزة نتعرف عليها في روبورتاج الزميل عليا الكبش والتصوير لمحمود أطويف. فاطمة ذو سن 53 سنة، أم لثلاثة أبناء، تعد العدة للرهان البالغ مسافة 3 كيلومترات. لما لا، وهو يوم استثنائي تخلده النساء عبر العالم. فاطمة ما هي إلا نموذجا لنساء مدينة ياسا اللواتي أبين أن يشاركن وبأعداد كثيرة حيث تجاوزن 30 في فعاليات هذا السباق، وأن يتقاسمن بعضا من لحظاته بعيدا عن أجواء المنزل والعمل. وراني شاكرة العلايات اللي معايا هون والسابقوا معايا، وأنا جيت الثالثة من النساء، راني جيت في ذا السباق من العلايات، وهذا شاكرته ونبغوه يتكرر مرارا ومرارا. وهذا أول سنة لينا اللي في سابقنا فيه في ذا السباق اللي ذا هو، ونبغوه تم لا يتكرر، وشكرا وشكرا. ورغم رمزية السباق إلا أن المنافسة بين المشاركات كانت حاضرة منذ انطلاقته، وسط أجواء تخيم عليها البهجة والفرحة، ويطغى عليها طابع السخرية أحيانا والتحدي أحيانا أخرى، فهو احتفال نسائي لا يتكرر إلا مرة في السنة. الجهة المنظمة ارتأت تنظيم سباقين، خص الأول الفئة ما بين 8 سنوات و20 سنة، وعادت الرتبة الأولى للمشاركة زاك سحابة، بينما آلت الرتبة الثانية لبقسيمة رشيدة، وثالثا غنيفير سحابة. وبخصوص الفئة الثانية ما بين 30 و54 سنة، حل تسجيل مزين في المقدمة متبوعا ببكشوط الزهرة، وأطالب فاطمة في الرتبة الثالثة. بطينا عن تحرك وعن الجري وعن ياسر من المسائل، رانا شاكرينها كثيرا كثيرا. هذا السباق حمدنا مولانا، يا ربي رانا حامدينك وعابدينك، وجرينا فيه يا ربي رانا حامدينك، وجينا اللي الاول واللي الثالث واللي حمدنا مولانا وشاكرين، ويا ربي رانا حامدينك. نتمنى انهم يعاودوا كل مره تحفيز للمراه الصحراويه اي قال الوطنيه ككل، وكنتمنى يعاودوا هذه السباقات مره اخرى ان شاء الله. وانا فرحانه بهذا الانجاز ديالي، يعني ماشي اول مره كنربح، دائما كنربح، الحمد لله نشكر الله. بمناسبه اليوم 8 مارس كنحيي المراه حنا في اتحاد النسائي، كنشكروا بزاف هاد المنظمين، وراني جيت للمرتبه الثانيه لان هذه الكبيره في العمر، جيت الاولى ولكن سامحاني في الثالثه وانا جيت الاولى. كنشكركم بزاف على الاستدعاء وهذا النظام الجميل، راه شفنا بزاف كنتمنى يتكرر. ترسيخ لأهداف المكتب الإقليمي للاتحاد الوطني لنساء المغرب وخاصة من الجانب الرياضي، نظم هذا الأخير بتنسيق مع المندوبية الإقليمية للشباب والرياضة النسخة الأولى للسباق النسوي على الطريق، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة والذكرى الأولى لتأسيسه، حيث عرف هذا السباق مشاركة كبيرة للنساء من مختلف الأعمار، وعرف نجاحا على كافة المستويات. تظاهرة إذن تروم إلى الاحتفاء بالمرأة بالنظر لعديد المكتسبات والإنجازات التي حققتها من خلال ولوجها لميادين عدة ظلت إلى وقت قريب حصنا ذكوريا بامتياز. بالفعل أجواء متميزة، وطبعا المرأة بمدينة الصزاق احتفلت